ملي كنت واقف في الدابة انا ولا الدابة من تما بانت لي العافية هنا من الدخان في السعودية هنا جينا تنجيوش وطلو تنشوفونا شو واقع قالوا لك شارجو ما شارجو الشريكوا الناس العافية تمينا خارجين خارج واحد دريش الدراسة مالك ما مالك قال لك انا لقيش في الجنب في البيش واقع لو ما عاشنا ولقى واحد سيد ميت تما دخلت باش نشوف انا كش بالي الغبرة داش فلاش بالتليفون داك الشيء كيطاش عليه ما فهمتش واش غبرة ولا ما فهمتش منه شنا موسيقى حاجات ولا ما عاش بقاش كيف لي سيد مكتشف مني لقينا محلول اصلا محلوله عاد بعتوها لقينا محلوله لقينا مكتشف مني يدي بجوج مافور حاطه لي مخدع على وجهه العافيه شاعله فيه من هنايا لاصق فهمتي حوايج لاصقه اللي على الموسيقى وعلى داك الشيء صافي ما قديناش تتخيل معايا كتشوف مسميش كذا خاطر ما خطاك بنادم كتشوف بنادم بحال ما وكاك على حمو غيبوت صافي راسي انا ما بديتش نشوف صافي فاش علاش نشوف اش واقف في الطاس هي في الشخص ما بعدها عطلت فيها صافي رجعت بحال هنا يلا شنو مشان كان واحد سيد واحد مقدم ديال هنا في السعوديه ولا عيط لهم وكان حابس بنادم ما خلات حتى واحد يدخل انا ما عرفتش كي دارت خلاني نخاف ما لا ما كنعرفوش واش مشيو لدربكم لا يلا كنمشي يومين هنا ولا ما عرفت 3 ايام ماشي بزاف بس كبير شويه فلاج بعدا كبير غيكون كبار مني بحال العيال اش قالوا العائله ديالو واقيلا كان الصباح انا ما كنديرش ما شفتش هادشي هذا اللي شفتو فاش دخلت بالي سيد مكتشف وما فوق خادم الحطه اللي على وجهه ما بديش نشوف داك المنظر خرج بحال علاش عاود دخلت عاود المرات الثانيه لواحد السيد داك السيد ما قدش هو يشوف صافي ما بغيناش نقيسو دوك المخاد ولا داك الشيء باش نشوفوا داك السيد تولي شي حاجه طايحه شي زغبه ولا شي حاجه صافي وحنا الخوشو بحال هكا